السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. رايحين ناخذ في هذا الفيديو تمارين على درس تحليل الفرق بين مكعبين. السؤال الأول بيحكي لي إذا كان س يساوي ص زائد 4 وكانت س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع تساوي 49، جد س تكعيب ناقص ص تكعيب، ما فيش أي مشكلة. طبعا هذا فرق بين مكعبين، س تكعيب ناقص ص تكعيب، بنفكه على هذه الصورة، بحكي له س تكعيب ناقص ص تكعيب بده يساوي، المفروض هو عبارة عن س ناقص ص مضروبة في س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع. انت لاحظ معايا المقدار هذا س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع مديني قيمته 49 ضرب. بضل عندي مجهول المقدار س ناقص ص، اذا بستغل المعطى الاول، بدي انا س ناقص ص معناته الص بوديها على الطرف الايمن، اذا المساله حتصير س ناقص ص تساوي 4، اذا اصبحت قيمه المقدار س ناقص ص حتساوي 4، ورايح تضرب 4 في 9 هتحكي لي 36، يعني في 3 في اليد، و4 في 4 16 زائد 3 19. إذا قيمة المقدار س تكعيب ناقص ص تكعيب هتساوي 196، وبهيك بتكون أنت حليت السؤال. السؤال الثاني بيحكي لي حلل المقادير الآتية إلى عواملها الأولية، معطيني س تكعيب ناقص 64. ما فيش أي مشكلة، أنت بتلاحظ إنه هذه الس كلها أس 3، تمام، ناقص ال 64 عبارة عن 4 أس 3، تمام؟ الآن هذا طبعاً صار فرق بين مكعبين، بكل سهولة هتفتح قوس صغير وقوس كبير، طبعاً وفقاً للقاعدة اللي بتحكي لي س تكعيب ناقص ص تكعيب هي عبارة عن س ناقص ص مضروبة في س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع، هذه قاعدة الفرق بين مكعبين، إذا معناته التكعيب هذا بده يتشطب بضل س ناقص والتكعيب هذا بتشطب بضل 4، بعد هيك صارت س تربيع بقول له هي س تربيع، بتلاحظ الإشارة السالب صارت موجبة، وضرب س ضرب ص معناته حضرب س ضرب 4 حصير 4 س، وربع الصاد يعني ربع الأربعة بصير موجب 16، بتمنى تكون واضحة إن شاء الله. المسألة اللي بعدها مديني 216 س تكعيب ناقص 8، ما فيش أي مشكلة، إحنا بنعرف إنه ال 216 عددا مكعبا لأنه 6 أس 3، تمام، وفي هنا عندي س أس 3 ناقص 8 2 أس 3، تمام، أنا في عندي قاعدة بتقول لي س أس نون مضروبة في ص أس نون هي نفسها س ضرب ص كلها أس نون، معناته 6 أس 3 ضرب س أس 3 هي عبارة عن 6 س كلها أس 3 ناقص 2 أس 3، تمام، الآن بطبق القاعدة في الفرق بين مكعبين، هنعمل له قوس صغير وقوس أكبر. 6 س أس 3 طبعا التكعيب أنا بنشطب بضل عندي 6 س الإشارة ناقص، و2 أس 3 بضل عندي 2، طبعا وفقا للقاعدة تاعت الفرق بين مكعبين. الآن بكل سهولة ال 6 س من ربعها بصير 36 س تربيع، الإشارة السالب بصير موجبة، وس في ص يعني 6 س ضرب 2 12 س، ومن ربع الاثنين بتصير 4، يعني الدرس سهل وما فيش فيه مشاكل ان شاء الله. المسألة اللي بعدها معطيني 2 لام تكعيب ناقص 16، بدي احللها، ما فيش اي مشكلة، ولكن انا بلاحظ انه الاثنين عددا ليس مكعبا وال16 ليس عددا مكعبا، ولكن لو انا اخذت الاثنين عامل مشترك إذا طلع ايش بده يصير؟ حقسم هذا على 2 وهذا على 2، فمعناته 2 تقسيم 2 1 بضل عندي لام تكعيب ناقص و16 على 2 8، إذا أنت لاحظ لام تكعيب ناقص 8 صارت فرق بين مكعبين، أنت لاحظ الاثنين اللي برا ما إلنا دعوة فيها. الآن لام تكعيب هي لام تكعيب ناقص 8 ما هي عبارة عن 2 أس 3،
اذا الان بكل سهوله بقول له هاي الاثنين، وبنفتح قوس صغير وقوس كبير وبحلل وفقا للقاعده اللي بتحكي لي س تكعيب ناقص ص تكعيب. كيف هذه بحللها؟ مش بنقول له س ناقص ص مضروبه في س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع. تمام، اذا لام تكعيب حصير لام ناقص 2 تكعيب حصير 2. بعد ذلك السين ايش سوى فيها؟ ربعها، معناته حتربع اللام حصير لام تربيع. الاشاره السالبه ايش صارت؟ موجبه. وبعد هيك ضرب س ضرب ص، يعني حتضرب 2 في لام 2 لام. بعد هيك ربع الص، اذا موجب الاثنين، اذا حصير 4. تمام؟ ان شاء الله تكون واضحه. السؤال اللي بعده بقول لي استخدم تحليل الفرق بين مكعبين في ايجاد قيمه كل من الاتيه. يعني هو مديني 7 ناقص 5 طبعا مضروبه في 7 تربيع زائد 7 ضرب 5 زائد 5 تربيع. ما فيش اي مشكله، احنا بنعرف القوس الصغير هذا اصلا كان 7 اس 3 ناقص 5 اس 3، صح ولا لا؟ ما فيش في اي مشكله ان شاء الله. بقول له 7 اس 3 حتقول له 343 ناقص 5 اس 3 حتحكي له 125، طرحهم من بعض حيكون الناتج 218. المسألة بعدها معطيني 2 على 3 ناقص 5 على 6 مضروبة في 2 على 3 تربيع زائد، قال لك 2 على 3 ضرب 5 على 6 زائد 5 على 6 تربيع. بدي استخدم الفرق بين مكعبين عشان اوجد القيمة، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. بكل سهولة القوس الأولاني الصغير كان عبارة عن 2 على 3 كلها أس 3 ناقص 5 على 6 كلها أس 3، تمام. الآن بقول له 2 أس 3 هتحكي لي 8 و3 أس 3 27 ناقص هيصير 5 أس 3 125 و6 أس 3 216. طبعا رايحين احنا نوحد مقامات وفقا للقاعدة اللي بتحكي لي ألف على باء ناقص جيم على دال بده يساوي المقام في المقام باء ضرب دال، بعد هيك ألف ضرب دال بضرب ضرب تبادلي بهذا الشكل ناقص باء ضرب جيم. هات نطبق القاعدة مع بعض. إذا حنضرب 27 ضرب 216 وحنضرب 8 ضرب 216 ناقص حتضرب 27 ضرب 125، حيكون الجواب معايا، حيطلع الجواب كالتالي، حيضل عندي سالب 61 على 216، هذا الجواب النهائي. ايضا معطيني مسألة تانية بحكي لي 20 ناقص 17 مضروبة في 20 تربيع زائد 20 ضرب 17 زائد 17 تربيع. الان بكل سهولة القوس الصغير هذا اصله 20 اس 3 ناقص 17 اس 3. 20 اس 3 يعني 8000، تمام؟ ناقص 17 اس 3 عبارة عن 4913. اطرحهم من بعض هيضل الجواب عندك 3078. وبهيك اعزائي الطلبة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الشرح اعجبكم، بتمنى تدعمونا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.